بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الاول، معاكم ناصر سالم. احنا ما زلنا شغالين في الفصل الاول، القيمة المنزلية حتى 100 والأنماط. أخذنا الدرس الثامن، والنهاردة إن شاء الله هناخد تمارين على الدرس الثامن اللي هو الأنماط. وقلنا عندي نوعين من الأنماط، أنماط رسومية وأنماط عددية. نبدأ كده على بركة الله، يكون معاك كتاب التمارين ومعاك الدفتر ومعاك القلم. بيقول لي أرسموا صورة لإكمال النمط في كل مما يأتي. هنا إيه؟ فرشاة وثلاثة، هنا فرشاة وثلاثة، فرشاة وثلاثة. يبقى أنا عندي فرشاة، مش عارف دي فرشاة ولا إيه؟ فرشاة وثلاث معينات كده، أو ثلاث سلاسل. آدي ثلاث سلاسل، آدي ثلاث سلاسل، وادي السلسلة هي، وادي السلسلة ديت، وادي السلسلة. بس يعني هو النمط ده بيتكرر، النمط الأربع أشكال دول بيتكرروا. هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى ستة وخمسة. بقوا كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بقى خمسة وأربعة، يبقى دي ستة وخمسة. بقوا خمسة وأربعة، بقوا أربعة وثلاثة. نلاحظ إن العدد ده بنبدأ به هنا ويقل واحد، هنا أربعة وثلاثة، هنا هيبقى يا ولد هيبقى ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين هنا هيبقى كام؟ هيبقى الخمسة. يبقى دول إيه؟ ستة وخمسة 11، هنا خمسة وأربعة تسعة، قل اتنين يبقى ناقص اتنين، تسعة قل كام؟ أصبحوا سبعة، يبقى ناقص اتنين، السبعة يصبحوا ناقص اتنين، هيصبحوا كام؟ هيصبحوا خمسة. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي أرسموا صورة لإكمال النمط في كل مما يأتي. هنا شمسين وسحابة، شمسين وسحابة، يبقى أنا هنا شمسين والسحابة، الشمس الأولانية وادي الشمس الثانية، وآدي الإيه؟ وآدي السحابة بتاعتي، وآدي السحابة بتاعتي. خلاص، يبقى يعني النمط ده بيتكرر كما هو بدون اختلاف. هنا السهم بقى إيه؟ السهم جه لأعلى، بعد كده يمين، بعد كده الأسفل. سهم الأعلى يمين أسفل، سهم الأعلى يمين أسفل، يبقى أنا عندي إيه؟ سهم لأعلى يمين، يمين ادي السهم اهوت، وسهم الايه؟ وادي السهم للأسفل. يبقى النمط برضو ده بيتكرر بنفس الايه؟ بنفس الكيفية. خلاص؟ طيب ناخد مثال كمان، قولي أجد النمط ثم أحل المسألة. يذهب جعفر إلى المدرسة يوم الأحد سيرا على الأقدام. يبقى يوم الأحد سيرا على الأقدام، أقدام. يوم الاثنين الحافلة بتاع المدرسة. يوم الثلاثاء الأسرة، سيارة الأسرة. يوم الأربعاء سيارة الأسرة. يوم الخميس سيارة الأسرة. ماشي، مش فاهم حاجة لحد دلوقتي. قل لي أستعمل الحروف ألف وباء وجيم لكتابة نمط الحروف الذي يشبه نمط طريقة ذهاب جعفر إلى المدرسة. يعني لو قلنا على الأقدام هتاخد الحرف ألف، بالحافلة هتاخد الحرف باء، بسيارة الأسرة هتاخد الحرف جيم، يبقى هنا جيم، يبقى هنا جيم. يبقى النمط بتاعي إيه يا ولد اللي قال ده؟ يبقى ألف باء جيم جيم جيم. ده النمط الايه؟ النمط اللي هيتكرر في كل اسبوع، ده النمط اللي هيتكرر في كل اسبوع. طيب ناخد مثال كمان، يقول تضع سلمى سوارا من الخرز الملون وفق النمط الاتي: اخضر اخضر ازرق اصفر. كيف يمكن لسلمى استعمال الحروف لتعبر عن هذا النمط؟ أخضر ألف، يبقى ألف ألف. أزرق، خلينا نحط الحروف الأساسية بتاعت الأخضر والأزرق، يعني نقول أخضر مثلا
ضاد مثلا او خاء، خلاص اخضر خاء يبقى خاء خاء، ازرق بالزاي يبقى زاي، اصفر بالصاد يبقى النمط بتاعي خاء خاء زاي صاد، خاء اخضر اخضر ازرق اصفر. يبقى انا من خلال الحروف كده عرفت الايه، عرفت النمط بتاع اللي بتستخدمه ايه، اللي بتستخدمه سلمى. واضحه كده؟ خلاص يبقى احنا كده انهينا الايه، انهينا الدرس الثامن، درس بسيط وسهل جدا وهو الانماط، سواء بقى انماط رسوميه او انماط عدديه بستعملها بزياده ثابته او بنقصان ثابت. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.